الجمال كنستضيفوا من خلاله دائما السيدة إيمان تازي الأخصائية في التجميل وفي التحليل الطبية. صباح الخير إيمان تازي. صباح النور هناء. أهلا بك دائما ومشكورة على تلبية دعوات البرنامج وعلى كل الوصفات اللي كتقدمي لنا. نتمنى أن كل المستمعين إن شاء الله يكونوا كيستفدوا منها. بارك الله فيك. هذا طيلة الأسبوع تحدثنا على الزيوت الطبيعية، استخلصنا زيت اللوز، استخلصنا زيت الزنجلان، وأيضا أعطينا بعض الوصفات من هاد الزيوت هذه. دائما يوم الجمعة كنعملوا خلاصة بالإضافة لمقترح من طرفك. أخبارك كيف قلتي هنا؟ تكلمنا على زيت اللوز وعطينا طريقة ديال التحضير ديالو، عطينا كريم من زيت اللوز وشمع اللي فيها جوج شمعات مذوبين في نص كاس زيت اللوز، ملي كيبردو كنضيفو لهم معلقة ديال الكريسيرين ومعلقة ماورد، وبعد ما تتبرد تماما تنعاودو نهزلو هاد الكريم مزيان بحيث تنبقاو نضيفو له زيت اللوز حتى كيعطينا واحد القوام اللي كريمي. وعطينا كذلك وصفة الأظافر باش تكون قوية اللي فيها معلقة زيت اللوز ونص معلقة صغيرة عصير الحامض، تندوزو هاد لاغوسيط هادي تندوزوها على الأظافر يا إما بشويتا يا إما بالقطن يا إما كنعملو الضفر، تنعملو هاد الوصفة في إناء تنعملو الضفر في هداك الإناء اللي فيه الوصفة بحيث أن لو طخوم باش يستافد من الحامض وزيت اللوز. نعم. كذلك عطينا زيت الزعتر المساج اللي فيه 20 غرام زعتر و 25 سنتيلتر يعني ربع ديال زيت تباتيا، كيبقاو 9 جوغ كتدوز كنحاولو نطيوه وناخدو هاد الزيت هذا اللي كيعطي واحد الرطوبة للجسم كذلك واحد لا سوبليس. عطينا كذلك زيت الكافور ليونة، عطينا كذلك زيت الكافور اللي حضرنا 100 غرام كافور و 900 غرام زيت نباتية يعني زيت زيتون أو زيت نور الشمس أو زيت لوز أو أي زيت نباتية مهمة، كما كنخليوه 14 يوم من بعد يولي صالح للاستعمال. نحاولوا نعملوا الالم ديال القدمين وكذلك القدمين الحساسه واللي فيها مشاكل جلديه وكذلك الالم المفاصل والالم العضلات. عطينا كذلك زيت مساج بالنسبه للبرد ولا البرونشيت ولا كود فوا اللي فيه 20 سنتيلتر زيت نباتيه كيف قلنا يا اما زيت زيتون زيت لوز زيت زنجلان زيت نور الشمس او اي زيت نباتي بغينا. كنضيفو له 6 الوراق ديال الكاليبتوس، معلقه كبيره زعتر، معلقه كبيره خزامه، كنصفو هاد الاناء جيدا ونخليو 14 يوم لا اكثر ومن بعد تنصفوه وتنعملو بيه مساج للصدر والبرونش واللوتوراكس. تكلمنا كذلك على زيت الزنجلان كيفاش تنسخنو الفوائد ديالو، وقلنا انه مفيد جدا للجسم والشعر والتجاعيد، وكذلك عطينا ان بان دو بوش من زيت الزنجلان اللي قلنا يكفي فقط معلقه ديال زيت الزنجلان وتعمل بها غرغره للفم، هذا كافي انه تفيق لنا قبل الطعام الاسنان من انها تتعرض للتسوس، ومن بعد الطعام كذلك كيكون ان بان دو بوش اللي طبيعي وكذلك مفيد للجسم. كنت وعدت بزيت مساج من الخزامه وزيت الزنجلان اللي قلت انه كيتعتبر ان سوا غولاكسو بحيث كيتخيط لنا لا ديبرسيون ولا فاتيك نيرفوز. وهذا الزيت هذا فيه 10 غرام خزامه، نعم، 10 غرام الميزه و 25 سنتيلتر زيت زنجلان او زيت لوز او زيت زيتون او اي زيت نباتيه، غير كيف قلنا كاين بعض الزيوت اللي كتبينتخي فاسيلمون في لو كور دغيا كيتسرب على الجسم كيمتصها بسهوله بحال زيت زنجلان او لا زيت لوز او زيت ارقام كذلك. دونك كيف قلت 10 غرام خزامه، 10 غرام لويزه و 25 سنتيلتر يعني ربعه ديال زيت نباتيه، كنخليهم كذلك 14 يوم ثم تيتصفاو و تيولي صالح للاستعمال، بحيث اننا لما كنعملو بيه مساج يا اما موبلاج ديال الوجه مساج الاونيفو ديال الوجه او كذلك اونيفو ديال الظهر كيخلي واحد الراحه وكذلك واحد لا غولاكساسيون
لانه معروف ان الويزه عندها واحد المسؤول غلاكسو كذلك الخزامه. دونك ملي كنبيجيهم مع بعض في الزيت كيستافد هاد الزيت من المكونات ديالهم، وبالتالي واضافه الى الناس اللي كيعرفوا يتقنوا الحركات ديال المصاري دونك هنا كيكون كي افضل. نعم قلتي 10 غرام من اللويزه و10 غرام من الخزامه، يعني ما غنمشيوش نشريو 10 غرام بالضبط، شحال تقريبا هاد 10 غرام؟ معلقه كبيره ولا شحال؟ تقريبا غتكون معلقه كبيره عامره. نعم. معلقه كبيره غتكون عامره. نقولوا معلقه كبيره عامره ديال الخزامه. فوالا جيت ما عرفتش شنو كنت قلت من قبل شي وصفه، وقيلا كنت قلت لكم غادي نعطيكم وصفه ديال لو جون بلوغد ديال الناس اللي كيحسوا اللي هم الناس اللي كيحسوا اللي هم ثقال بزاف. دونك كناخذ هذا الزيت مساج اللي فيه ثلاثه المعالق نعناع طري يكون طري وثلاثه المعالق كبار خزامه، كنعملهم في اناء كنضيفو لهم 300 سنتيلتر زيت العود، كنسدو الاناء وكنخليوه 7 ايام ومن بعد صافي تنصفيو هاد الزيت هذا في واحد لابوطي اللي تكون مبغيم مع التمام، ونحاولوا نعملوا بيه مساج يومي من تحت لفوق. مدة الحد ديال هاد الزيت ديال المساج كذلك طويلة، وهاد الزيت كيعطي كذلك بإضافة أنه كيخلينا نحسو بالمزيان مبقاوش قال كما دايمين، ولكن كانت كذلك واحد الانتعاش للارجل. هادشي الا ما كانش مشاكل عضويه او مشاكل في الصحه بحال مثلا بالنسبه للناس اللي عندهم لي باغيس يحاولوا ما يضغطوش في المساج. نعم. يعني الناس اللي عندهم لي باغيس كبار، يعني كاين لي باغيس اللي تيكونوا عاد باينين خفاف ماشي مشكل، ولكن بعض الناس اللي عندهم مشاكل ديال لي باغيس هادو سيتانتيغ انهم يديروا مساج مساج بالضغط فقط، يكون مساج خفيف بحال افلوغاج باش يستافدوا من الزيت، ولكن مساج اللي يكون لابريسيون تكون فيه الضغط كبير لا لانهم غادي يبرعوا. اذا كنذكر ايضا بانه كل هذه الوصفات كتقترحها على متتبعي صفحه البرنامج عبر الفيسبوك بالصور بالتفاصيل وبجميع يعني التفاصيل الصغيره ايضا كيفاش يستعملوا هاد الوصفات، كيفاش يستخرجوا كل هاد الزيوت اللي ذكرنا طيله هاد الاسبوع، كل هذا على صفحه البرنامج اللقاء المفتوح في الفيسبوك. شكرا جزيلا لك ايمان تازي الاخصائيه في تجميل وفي تحليل الطب.